أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك صيدلية بجوار منزلنا عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية، فهل هذا الاسم فيه نسبة الشفاء إلى غير الله ومخالفة للتوحيد، وما هو واجبي تجاه ذلك؟ ايش يقول؟ يقول أحسن الله إليكم: هناك صيدلية بجوار منزلنا عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية، فهل هذا الاسم فيه نسبة الشفاء إلى غير الله ومخالفة للتوحيد، وما هو واجبي تجاه ذلك؟ لا، ما هو هذا يخل بالتوحيد، لكنه ما هو طيب. لو قلت صيدلية الدواء يكون أحسن، يكون أحسن من صيدلية الشفاء. صيدلية الدواء، فأنت تنصحهم في هذا الأمر أن يزيلوا كلمة الشفاء ويجعلوها صيدلية الدواء. نعم.